توقف السيد رئيس الحكومة عند الإشاعة المتعلقة بوباء الكوليرا، مؤكدا أن بلادنا بحمد الله تعالى وكما سبق أن أكدت ذلك وزارة الصحة في بلاغ رسمي لم تسجل أي حالة للإصابة بهذا الداء، لم تسجل أي حالة للإصابة بهذا الداء في بلادنا. وأبرز السيد رئيس الحكومة أن وزارة الصحة ومنذ البداية قامت بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال مكتبها للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدد من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لحماية حدود البلاد وحماية المواطنين من تسرب هذا الوباء، وهي إجراءات وقائية ضرورية تقوم بها الحكومة لمنع تسرب الداء، مجددا التأكيد على أنه لحدود الساعة لا يوجد أي خطر أو أي تسرب، وأن الحكومة سترفع درجة اليقظة لدى الأطر الصحية ولدى مختلف القطاعات المعنية كوزارة الداخلية أو الماء أو الفلاحة في كل ما يتعلق بالتغذية، حتى يكون رد الفعل الصحي في المستوى المطلوب بمجرد وقوع أي إشارة أو علامة ولو صغيرة. إذن في الوقت الذي سجل فيه الواحد عدم حصول أي حالة، في نفس الوقت الحكومة قررت رفع اليقظة حتى نستطيع التدخل والقيام بالرد الفعل المناسب بمجرد بروز ولو إشارة صغيرة جدا. وطمأن السيد رئيس الحكومة المواطنات والمواطنين بأن الحالة الوبائية ببلادنا سليمة، وأنه لحدود الساعة لا يوجد أي خطر ولا أي تسرب، وأن اليقظة مستمرة لدى الجهات المعنية. على مستوى وزارة الصحة التي قامت برفع درجة التعبئة بمختلف مصالحها، الإجراءات الوقائية على مستوى القطاعات الحكومية من أجل الحماية، ثم على مستوى توفير الوسائل الضرورية تحسبا لوقوع أي حالة. ونفى السيد رئيس الحكومة بالمناسبة كل الإشاعات التي تزعم بأن وزارة الصحة حذرت من شرب مياه الصنبور أو من تناول بعض الأطعمة، وأكد أن كل ذلك غير صحيح، مجرد أخبار زائفة، موضحا أنه يمكن للمواطنات والمواطنين تناول أغذيتهم وشرب الماء الشروب المعالج في الصنابير بدون أي خوف، وأن وزارة الصحة تتابع وأي مستجد ستخبر به في مواجهة أي طارئ، ودعا إلى تجنب بث الرعب والفزع بين المواطنين بدون وجود أي سبب، داعيا للعلي القدير أن يحفظ بلدنا ومواطنينا حالا ومستقبلا. بعد ذلك تقدم السيد وزير الصحة بإفادة مفصلة حول هذا الموضوع، بعد أن شكر السيد رئيس الحكومة على إثارة هذه القضية، وأبرز أن التزامات بلادنا مع المنظمة العالمية للصحة تلزم بلدنا وأي بلد بالإبلاغ على أي حالة، أي حالة كتوقع يقع الإبلاغ عليها، وأن لغاية اللحظة لم تسجل أي حالة. وأكد أن الوزارة تشتغل على أربع مستويات: أولا تقوية اليقظة الوقائية، ثانيا تقوية السلامة الصحية على مستوى الماء وخاصة في المناطق التي لا يوجد فيها صرف صحي، لرفع حالة الاستعداد على مستوى الأدوية المختبرات المهنية المؤهلين، ثم القيام بعملية تواصل مستمرة على هذا المستوى. ولهذا نود التأكيد أن الحكومة تتابع عن كثب وضعية هذا الوباء في بعض دول المنطقة، وبعد التأكيد على بشكل قطعي عدم تسجيل أي حالة للوباء ببلادنا، فإن التدابير والإجراءات المعمول بها على المستوى الدولي كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة وطبقا لمتطلبات اللوائح الصحية الدولية التي يعتمدها
المغرب تم اتخاذها مادام ان الوباء ظهر في دول اخرى. بالنسبه الينا احنا كاينه اجراءات مقرره على المستوى الدولي كنعتمدوها من اجل رفع اليقظه. ولهذا اؤكد على طمأنه الحكومه للمواطنات والمواطنين بخصوص كل الاجراءات المتخذه لضمان السلامه الصحيه لمياه الشرب وللمنتجات الغذائيه. وتشيد الحكومه بالمواكبه الايجابيه لوسائل الاعلام مساهمه منها في توعيه المواطنات والمواطنين وايصال المعلومه الصحيحه. الوزاره ديال الصحه رهن اشاره وسائل الاعلام، اي سؤال في اي معطى تواصل مع وزاره الصحه. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.